السلام عليكم اخوتي اخواتاتي لا فامي في قناه التبوريده ديالنا اليوم. تبارك الله عليكم والله يحفظكم. اليوم معنا مشارك جديد هو المقدم عبد الهادي خيطي من دوار المرعنه ولاد عبدون. تحيه للناس خياله خويا عبد الهادي، راك شاد الخيل تبارك الله عليك خويا، وراك كاين وحاضر. وتحيه للناس ولاد عبدون كاملين الصيك شادوا معنا اخوتي. وما تنسوش الاعجاب خوتي والمشاركه بالضغط على الجرس، راه ضروري خوتي تشاركوا معنا. مرحبا بكم والله يحفظكم، ومشاهده شيقه والله يحفظكم، وتابعونا ديما الجديد. إذن بالفعل الخيطي عبد الهادي، حييتي الجمهور والجمهور بدوره تيحييك وتيقول لك مرحبا بك، ونتمناو لك عرض يليق بك انت والفرصه اللي معاك. مرحبا بسي الخيطي. الاخوان اللي مكلفين بالبارود يجيبوا البارود، الخياله موجودين جيبوا لنا البارود. تبارك الله على المقدم. بنا اعتقد العلام اللي كان معنا الان خيطي.